لكن أقول كلمة واحدة، الله يرحم عبد الله السالم ويغفر له ويسامحه على ما سواه. شيخ عبد الله لما حكي خلنا أكمل جملتي لا تقاطعني. أبشر أبشر. إلي من يوم وفاة الشيخ أحمد اليابر الله يرحمه ويغفر له ويسكن جنته كانوا المواطنين سواسية، كان اللي لا حق يروح الدكه اللي يقعد فيها العصر ويقول له فلان ظلمني وفلان خدمني، وعبد الله الأحمد خيزرانته كانت تلعب على ظهور. روحوا شوفوا مسلسل الأقدار والأحداث اللي صارت فيها. لكن الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه ويغفر له ويسامحه سلم هؤلاء أبناء هذولاك وأحفاد ذولاك مفاصل الدولة.